جواز عن حب ولا صالونات؟ لا مفيش الكلام ده، اكيد حب، ما اقدرش اتجوز صالونات انا، رامي صبري رومانسي ما اقدرش على فكرة، انت رومانسي. يعني مش قوي يعني. لا رومانسي. مش عارف. طب وفي رأيك اكتر الاغاني الرومانسية ايه هي؟ بتاعتي يعني؟ اه طبعا طبعا بتاعتك. طبعا طبعا هغنيها، انا طبعا. اقولها ايوه اغنيها على طول. صح طبعا. بصي، هو انا مؤخرا في 2020 عملت اغنيتين انا بشوف ان هم من اهم اغنية في تاريخ حياتي، من ساعة ما غنيت من 2006 لحد 2020، يعني 14 سنة تقريبا، عملت فيهم 6 ألبومات وحوالي 20 أغنية سينجل، ما شاء الله منهم دويتو مع الفنانة العظيمة أختي صديقتي أصالة. أصالة، تحية كبيرة طبعا طبعا للفنانة أصالة، طبعا طبعا بنموت فيها. طبعا حبيبتي. وعملت أغنيتين السنة دي، منهم اللي هي أنا بشوف إن هم من أهم الأغاني عندي، اللي هي حياتي مش تمام. خسرنا شوارع كلنا يا رامي بقى. وغريب الحب أنا بعشقها، غريب الحب.